بص يا باشا، احنا عملنا ايه؟ احنا كوكب لالا كنا بنشجع المنتخب الايراني قدام منتخب المغرب. لما منتخب المغرب فاز رحنا فرضين تأشيرة على المغاربه. والله احنا عملنا كده. اول ما المنتخب المغربي فاز على المنتخب الايراني راحت الجزائر اصدرت قرار بانها تفرض تأشيرة على حاملي الجوازات السفر المغربيه. وهنا اللي انا قلته من كام يوم لما قلت للمملكه المغربيه انه ضروري جدا فرض التأشيرة، فرض الفيزا على الجزائريين اللي بينطوا جوه المغرب وعايزين يهاجروا عبر الموانئ المغربية. فهم كان عندهم امل. حاجة غريبة جدا، يعني توقيت غريب جدا لاعلان الخبر. يعني واحد قاعد بيتفرج على ماتش المغرب، بنحتفل فرحانين بفوز المملكة المغربية ومنتخب المغرب اسود الاطلس، بنحتفل، فجأة لقينا الجزائر تعلن بفرض التأشيرات على حامل الجوازات السفر المغربية. الله، انت عبيط يا واد، فجأة كده؟ يعني انتوا كنتوا قاعدين زهقانين فقلتوا القرار ده؟ والله اللي المفروض يفرض فيزا على التاني هو المغرب، المفروض يفرض فيزا على الجزائريين، لانه الحياه في المغرب افضل، الاقتصاد المغربي افضل، كل حاجه في المغرب افضل، بسم الله ما شاء الله والله ما لا تقواس. فانا مش عارف البجاحه اللي جايه عند خلق الله انه يعلن الخبر ده. بس انا زي ما بقول لك، هم لقوا نفسهم ايه؟ طب احنا يعني هنعمل ايه النهارده؟ احنا زهقانين. كوكب لالا قاعد زهقان بياكل في نفسه ومش عارف يعمل ايه. كان نفسه يحتفل بفوز ايران على المنتخب المغربي، لقى نفسه لبس في الحيط، المنتخب المغربي فاز، احتفالات بقى مغاربه وكده، والناس اللي بتحب المغرب بيحتفلوا. قال لك طب اطلع طلعه جديده. ايه يا ابني؟ افرض فيزا على حامل جواز سفر مغربي. افرض يا عم فيزا. انا عايز اعرف اصلا، انا عندي سؤال هنا لاخواتي المغاربه، هو في حد فيكم بيخرج كده من المغرب يقول ايه انا رايح اتفسح في الجزائر؟ في حد بيعمل كده؟ مفيش، متهيألي مفيش خالص اصلا في العالم، مش في المغرب بس. يعني ما شفتش حد بيقول ايه انا طالع سياحه فين؟ في الجزائر ان شاء الله، ما شفتهاش خالص. بالذات بقى المغربي اللي هو ما شاء الله مصنف، هو ومصر مصنفين سياحيا بشكل كبير جدا. يعني منتخب، يعني المنتخب ايه، المغرب ومصر مصنفين سياحيا بشكل كبير جدا. فمش عارف مين الحقيقه اللي هيبقى عايز يدخل الجزائر بقى وفرحان ان انا يا ما باخدش فيزا. الا انت اتفرض يا جماعه يا مغاربه، خبر اتفرض علينا فيزا، يعني اتفرض على كل مغربي فيزا للجزائر. انت بقى هتروح يا ابني؟ هو بفيزا ومن غير فيزا اصلا ما بيروحش. هو هيروح يعمل ايه هناك؟ فاهم؟ اصل ده كوكب لالا، اروح اعمل ايه؟ اروح اسمع بقى القفطان الجزائري والقفطان الجزائري والكسكس الجزائري والحاجات الغريبه دي؟ لا طبعا، لانه القفطان والكسكس والحاجات دي هي اللي دايما بتتقال في الجزائر. يعني اي حاجه مغربيه يقول لك دي جزائريه، ده اللي انت هتمشي تسمعه في شوارع الجزائر. فليه احرق دمي؟ يعني ايه اللي يوديني هناك؟ فمبروك للمنتخب المغربي الفوز، وحبيت اقول الخبر ده للمغاربه عشان بس احنا هنزعل كلنا النهارده، يا مش عارف هنعيش ازاي. جماعه اتفرض علينا فيزا، اي واحد يعمل الباسبور المغربي اتفرض عليه فيزا لدخول الجزائر، ماشي؟ انا زعلان قوي. يا ترى بقى الفيزا دي صعبه ولا سهله؟ بتطلع بصعوبه ولا بسهوله؟ يعني زي الشنجن كده او زي فيزا امريكا؟ لنا الله في كوكب لالا، والله يكون في عوننا جميعا. ومتهيألي ان المغربي بعد ما يشوف الفيديو ده هيقول لي ايوه هنعمل ايه؟ طب انا وعلى اساس ان انا اروح الجزائر بكره الصبح؟ مفيش حد يا ابني هيروح الجزائر. يعني لنا الله في كوكب لالا، والله يكون في عوننا جميعا.